السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لمن الجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفناء. كنتمنى من كل واحد اللي كيشوفنا حاليا يدعمنا بالضغط على زر الإعجاب وأيضا تخليوا تعليقات ديالكم تحت الوصف، لأن القناة كتعرض للسينيالات وهذا كيجعل أن الخوارزميات ديال اليوتيوب ما كيخلوش القناة تنتشر بشكل كبير، فلهذا الدعم ديالكم هو اللي يخلي القناة ترجع للمراتب ديالها كما كانت في الأول. قبل ما نطول عليكم هنبداو بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إليسا تنهي علاقتها برجل اكتشفت أنه متزوج. حلت النجمة اللبنانية إليسا ضيفة على برنامج بيت السعد الذي يقدمه الشقيقان أحمد وعمرو سعد على شاشة قناة الـNBC، وخلال اللقاء كشفت إليسا العديد من أسرار حياتها الخاصة وسبب إنهائها قصة حب عاشتها، كما تحدثت عن رأيها في الحب والزواج والمساكنة واضعة شروطا في فتى أحلامها قبل الارتباط بها. وعن مواصفات فتى أحلامها قالت إليسا: أنا لست صعبة في الاختيار، لكن ما يجذبني إلى الشخص هو الكاريزما الخاصة بها ثم شكلها، فالكاريزما تختلف عن الشكل والأمر نفسه بالنسبة إلى البنات، والشخص الذي يملك كاريزما أفضل من الشخص الذي يتمتع بالشكل الجميل. وعن الرجل الذي يجمع بين زوجتين قالت إليسا: أنا مع إن الشخص يتزوج امرأة ثانية بس ما يسيبهاش، بس أنا بيئتي وثقافتي ما ينفعش يكون في زوجة ثانية، أنا ما قبلش. وأضافت: منذ فترة دخلت في علاقة حب مع شخص مسلم وعرفت في منتصف العلاقة إنه متزوج، فتركته لأنني لا أحب أن أبني سعادتي على حساب امرأة أخرى، وهو مثل كل الرجال، قال لي بيننا مشاكل وهنطلق، لكني رفضت أني أكون زوجة ثانية. وعن رأيها في المساكنة قبل الزواج أشارت النجمة اللبنانية إلى أنها ليست ضد الفكرة، واضحة: أنا مش ضدها وشايفها عادي، بس أنا عمري ما عملت كده، بس بتكون حل الأزواج عشان ما يحصلش طلاق فيما بعد، المجتمع اللي حوالينا رافضها بس أنا مش ضدها. وعلق الفنان عمرو سعد على الأمر معبرا عن رفضه التام للمساكنة الزوجية قائلا: أنا ضد الموضوع ده تماما، إني أجيب بنت تقعد مع ولد عنده 16 سنة، دي قلة أدب، لأن أكثر حد بيتأدى في الحاجات دي هم البنات، حتى في أوروبا البنات بتتبهدل بسبب العلاقة دي. شيرين عبد الوهاب تدخل المساحة النفسية بعد شجارها مع حسام حبيب. دخلت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى المساحة النفسية بعد واقعة الاعتداء والضرب وإصابتها بجروح غائرة على مستوى الرأس في شجارها مع طليقها حسام حبيب. وكشفت مصادر فنية مصرية أن شيرين عبد الوهاب دخلت المساحة بعد إلحاح من شقيقها ووالدتها، وأبدى مقربون من الفنانة خوفهم من عودة تدخل حسام حبيب وإخراجها من المساحة مرة أخرى. ورافقت العلاقة التي جمعت بين شيرين وحسام حبيب مواقف كثيرة من الشجارات والعنف والمحاضر، وحتى بعد الطلاق استمر الوضع على ما عليها. قدمت المصرية شيرين عبد الوهاب السبت الماضي شكاية جديدة ضد زوجها السابق حسام حبيب، تتهمه من خلالها بالاعتداء عليها بالضرب والجرح. تصريحات مثيرة لوالد لامين جمال عن ميسي تثير جدلا واسعا داخل الشارع الكروي.
قال والد لامين جمال في تصريح مثير لوسائل الإعلام الإسبانية يوم الخميس تعليقا على الصورة التي جمعت الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بابنه، إنه يعتقد بأن لامين يامال هو الذي بارك ليوميسي وليس العكس، مضيفا بأن الصور كانت مجرد صدفة بسيطة في الحياة. وأجاب منير النصراوي على سؤال حول صورة جمال الطفل بين أحضان ميسي التي انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلقا على حقيقة أن البرغوث الأرجنتيني بارك ابنه منذ ولادته بالقول إن جمال يعتبر الوريث الطبيعي للنجم الأرجنتيني، مضيفا وهو يمزح الصحفيين عكس ما يعتقد الناس ربما كان لامين هو الذي بارك ليو. وأكد ذات المتحدث بالنسبة للامين هو الأفضل في كل شيء ليس فقط في كرة القدم ولكن أيضا في الحب على المستوى الشخصي وفي كل الأشياء، فهو طفل وله نعمة من الله وهي مهمة جدا ويجب تقديرها. وخلقت تصريحات منير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما رأى البعض أنها رؤية جديدة ومختلفة لكرة القدم الإسبانية عبر الإشادة بمزايا ابنه ورفض ربط موهبته بميسي، عاتب آخرون المتحدث ناصحين إياه بوجوب تجنب التعالي وترك ابنه يثبت بأنه الأفضل على رقعة الميدان وترك الحكم لعشاق المستديرة في المفاضلة بين اللاعبين. وكانت وسائل إعلام إسبانية قد أكدت أنه تم التقاط الصورة الحادثة في شهر دجنبر من سنة 2007، حيث كان يبلغ ميسي من العمر 20 عاما، فيما كان لامين جمال بعمر 6 أشهر فقط، مشيرة أنه تم التقاطها خلال حملة خيرية أقيمت بالتعاون بين صحيفة سبورت الكتالونية ومنظمة اليونيسيف بمشاركة كل لاعبي برشلونة الذين تطوعوا للمشاركة. يذكر أنه سبق لجمال لاعب برشلونة أن أكد في تصريحات سابقة أنه يتطلع لأن يكون أحد أساطير النادي الكتالوني في المستقبل على شاكلة النجم التاريخي ليونيل ميسي وكذلك تشافي وإنيستا. حزب فوكس الإسباني يذيق والد لامين جمال كأس العنصرية ويصف ابنه بالقذارة، شاهد التفاصيل. تجرع منير نصراوي والد لامين جمال الدولي في منتخب إسبانيا كأس الهوان وذاق مرارة العنصرية في الجارة الشمالية بعدما تلقى من حزب فوكس المتطرف رد فعل قوي على هدف ابنه في مرمى منتخب فرنسا وساهم في تأهل إسبانيا لنهائي الكأس القارية في أوروبا. وخلافا لما توقعه والد نجم فريق إف سي برشلونة، تلقى منير نصراوي الذي ارتمى في أحضان الإسبان وتخلى عن وطنيته لأجل الشهرة والمال صفعة مدوية من الحزب المتطرف، وقد وصف اللاعب الشاب بالقذارة ووصف المنتخب الإسباني بالقذارة متعددة الثقافات. ولطالما عانى والد لامين جمال الذي رأى النور في 2007 والذي ترعرع في حي روكافوندا الفقيرة في مدينة برشلونة من العنصرية في إسبانيا، لكنه أصر على انضمام ابنه لمنتخب لاروخا بخلاف ما قام به إبراهيم دياز نجم فريق ريال مدريد الذي أثر اللاعب للمنتخب الوطني المغربي والدفاع عن ألوان وطنه الأم. ولم يفلح لامين جمال في تليين موقف حزب فوكس الذي طالما كان ضد انضمامه للمنتخب الإسباني، وبشأن الهدف الذي وقعه في مرمى منتخب فرنسا في نصف نهائي كأس أوروبا للأمم، قال مانويل خافيير المتحدث باسم الحزب في برلمان الأندلس لو لم يسجل الهدف لكان سجله أحدا آخر غيرها. وحاول منير نصراوي الدفاع عن ابنه ضد الحملة التي يشنها ضده حزب فوكس، وهو أمر كان كلفه الخضوع لمحاكمة بعدما رمى مقر الحزب بالبيضة في ردة فعل على دعوته العودة لبلاده وعدم ضم لامين جمال للمنتخب الإسباني حينما كان يرغب في نزال منتخب المجر سابقا. سخيرة من إسبانيا، فيديو جمال بقميص المغرب يثير الغضب. أثار فيديو لنجم منتخب إسبانيا لامين جمال الجدل، حيث ظهر وهو يسخر من زملاء الإسبان خلال مونديال 2022 بعد انتصار المغرب على إسبانيا. وانتصر المنتخب المغربي على نظير الإسباني وأقصته من مونديال 2022 في قطر، وقتها كان جمال لاعبا ناشئا. وانتشر في الأيام الأخيرة فيديو لجمال وهو بين زملاء الإسبان مرتديا قميص منتخب المغرب ساخرا من خسارتهم أمام المغرب، وارتدى
مرتضى جمال قميص منتخب المغرب وقبل الشعار بعد فوز المغرب على إسبانيا. وأثار الفيديو غضب بعض الجماهير الإسبانية، حيث قال أحد الناشطين على منصة الإكس: جمال احتفل عندما خسرت إسبانيا أمام المغرب في كأس العالم، يجب طرد عائلة جمال من البلاد على الفور. وقال ناشط اسمه ياسوجيرو: إبراهيم دياز فضل تمثيل إسبانيا، لكن المنتخب فضل لامين جمال الذي سخر من زملائه الإسبان عندما أخرج المغرب إسبانيا من كأس العالم. وكتب ألبرتو بوغيلاتو: لاعبي كرة القدم المرتزقة لا يهتمون إلا بالمال، هنا نرى لامين جمال عندما أطاح المغرب إسبانيا في كأس العالم. وكتب فيكتوريا: هنا لامين جمال يسخر عندما خسرت إسبانيا أمام المغرب في كأس العالم، هل هو إسباني أم مغربي؟ الدم لا يمكن أن يتغير. يذكر أن جمال يعتبر من أهم نجوم منتخب إسبانيا خلال بطولة يورو 2024 الجارية حاليا، وخاض منتخب لاروخا إلى النهائي الذي سيخوضه أمام إنجلترا الأحد المقبل. اندلاع حريق مهول في أشهر مقهى بمدينة طنجة ويخلف خسائر مادية فادحة. اندلع حريق مهول ليلة مساء يوم الأربعاء في أحد أشهر المقاهي بمدينة طنجة، تسبب في خسائر مادية فادحة. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحريق انتشر بسرعة بسبب وجود كراسي خشبية وألواح داخل المقهى قبل أن تتدخل عناصر الوقاية المدنية لإخماده. ويجهل لحد الساعة أسباب هذا الحريق، فيما فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة الأسباب. سفير المغرب بتايلاند يوضح كيفية إنقاذ المغاربة المحتجزين في ميانمار، شاهد التفاصيل. أكد سفير المملكة المغربية بتايلاند عبد الرحيم الرحالي أن عملية إنقاذ المغاربة المحتجزين في ميانمار كانت دقيقة وسرية، لافتا أن السفارة انطلقت منذ البداية في عمل دؤوب مع مختلف الفاعلين سواء الرسميين أو منظمات المجتمع المدني. وأفاد السفير المغربي ضمن تصريح لقناة ميديان تي في أن اشتغلت بالكثير من الحيطة والحذر والسرية نظرا لخصوصية الوضع السياسي والأمني بتلك المنطقة من جهة، وللحفاظ على سلامة المواطنين المحتجزين من جهة أخرى. وأوضح الرحالي أن البعض من المغاربة قد تعرض للانتقام بمجرد ما علم مشغلوهم بمحاولتنا للإفراج عنهم. وأضاف الرحالي أن السفارة عملت على حصر لوائح المغاربة المتواجدين بناء على شكايات العائلات، مبرزا أن التواصل كان مستمرا مع بعض الضحايا المتواجدين بتلك المراكز عن طريق الواتساب أو عن طريق بعض المنظمات المدنية. وأشاد السفير بالمجهودات التي قامت بها بعض المنظمات الإنسانية لحلحلة المشكل ومساعدة المغاربة للإفراج عنهم دون أداء الفدية. شبح هروب المستثمرين يهدد فرنسا، هل يصبح المغرب وجهتهم؟ شاهد التفاصيل. بعد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أفرزت فوز التيار اليساري في مواجهة اليمين المتطرف والائتلاف الذي يضم حزب الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، تعيش فرنسا على وقع مخاوف من هروب أثرياء ورجال أعمال ومستثمرين أجانب إلى بلدان أكثر استقرارا. يأتي هذا الأمر بعد صدور تقرير عن وكالة الأنباء الفرنسية يشير إلى أن أثرياء فرنسا ورجال أعمال ومستثمرين أجانب متخوفون من صعود التيار اليساري إلى السلطة، على اعتبار أن الرئيس الفرنسي الحالي كان يخصهم بامتيازات مهمة منذ توليه زمام الحكم سنة 2017، خصوصا وأن أغلب المراقبين في هذا الشأن وصفوا برامج التجمع الوطني للأحرار وأيضا الجبهة الشعبية الجديدة بالمعوية. وحسب نفس الوكالة، قال فيليب لورتيز محامي الضرائب في شركة أوغست ديبوزي إن ملفات الأشخاص الذين يستعلمون عن مغادرة فرنسا زادت بنسبة 30% على الأقل في الأسابيع الأخيرة. ورغم أن مساعي المستثمرين والأثرياء الفرنسيين تتجه نحو البلدان الأكثر تقدما في هذا المجال كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وبريطانيا، فإن السيناريوهات المحتملة لأصحاب رؤوس الأموال قد تغير الوجه
إلى المملكة المغربية على اعتبار أن فرنسا أول بلد مستثمر داخل المغرب. وما يزيد من قوة هذه التوقعات الاقتصادية التعقيدات القانونية والضريبية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي في ظل الامتيازات الجمركية التي توفرها المملكة للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي دفع حوالي 360 شركة إسبانية في الآونة الأخيرة إلى نقل أنشطتها التجارية إلى المغرب. في هذا الصدد قال دريس الفينا الخبير الاقتصادي إن فرنسا هي أكبر مستثمر في المغرب، لكن لاحظنا في السنوات الأخيرة أن الاستثمارات الفرنسية بدأت في تراجع ملحوظ، ورجع عن ذلك لأسباب عديدة بينها المشاكل التي تواجهها باريس بخصوص رؤوس الأموال. وأضاف الفينا في تصريح لأحد المواقع الإلكترونية أن هذا الوضع غير المستقر الذي تعرفه فرنسا خاصة في الأسابيع الأخيرة بسبب الانتخابات التي من المنتظر أن تغير وجوه المسؤولين، من الطبيعي أن ينقل المستثمرين أموالهم وأنشطتهم إلى الخارج، مردفا بالقول نحن هنا لا نتحدث عن رؤوس الأموال الكبيرة لأنه في حالة خروجها ستتجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية أو ألمانيا. ويرى المتحدث المملكة المغربية يمكنها أن تستقطب نسبا صغيرة من هذه الاستثمارات التي من المتوقع أن تخرج نحو بلدان متقدمة جراء الوضع السياسي المضطرب في فرنسا نتيجة المتغيرات التي فرضتها الانتخابات التشريعية. واعتبر الخبير الاقتصادي إلى أنه من الصعب رفع سقف طموحات المغرب نظرا أن جاذبية المملكة محدودة في هذا الاتجاه، توقعا في الآن ذاته استفادة المغرب من نسب صغيرة مقارنة مع باقي البلدان. وأوضح أيضا أن المغرب تقريبا لا يتوفر على الشروط التي من الممكن أن تقنع المستثمرين الفرنسيين، لأنه لا يمكن مقارنة الصين والولايات المتحدة الأمريكية مثلا بالمغرب، وذلك راجع إلى محدودية الاقتصاد الوطني. لوموند: الجبهة الوطنية سيعترف بمغربية الصحراء إذا وصل إلى السلطة بفرنسا. نشرت جريدة لوموند الفرنسية تقريرا حول علاقة المغرب بحزب الجبهة الوطنية الفرنسية الذي يحقق نتائج ساحقة في الانتخابات البرلمانية الفرنسية، والتي شهدت يوم الأحد مرحلة حاسمة في جولتها الثانية. وفق تقرير لوموند، فإن وصول الجبهة الوطنية إلى السلطة بقدر ما يخيف الجالية المغربية في فرنسا، فإنه يطمئن السلطات المغربية حسب المراقبين. ويقول التقرير أن حزب مارين لوبان يعتبر اليوم الصديق الأكبر للمغرب من ضمن جميع الأحزاب المتنافسة في الانتخابات الفرنسية، بالرغم من أن النظام المغربي بحسب لوموند ينال احترام جميع أطياف الطبقة السياسية الفرنسية. وفق بنيامين بادير دكتور في التاريخ المعاصر بجامعة السوربون والذي تحدث للوموند، فإنه على عكس الجزائر يحظى المغرب بعلاقة جيدة مع فرنسا، كما يتميز بطبيعة نظامه الملكي واستقراره وقدرته على السيطرة على الإسلاموية، وكل عناصر تجذب اليمين الفرنسية الحليف الأكثر موثوقية في المغرب العربي. وتقول لوموند إن الدعوات المطالبة باعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء كلها أتت من سياسيين فرنسيين ينتمون لليمين المتطرف الفرنسي، وأولهم جان ماري لوبان، مرورا عبر عضو البرلمان الأوروبي تيري مارياني، وأخيرا النائب الجمهوري إيريك سيوتي. عالم الجغرافيا السياسية إيميريك تشوبريد الرئيس السابق للجبهة الوطنية أن حزب الجبهة الوطنية هو الحزب السياسي الفرنسي الوحيد الذي إذا وصل إلى السلطة سيعترف بالصحراء المغربية. واعتبر ذات المحلل السياسي الفرنسي أن الجبهة الوطنية يدافع عن مصالح المملكة، ويعتبر اليوم الحليف الاستراتيجي الأكثر موثوقية بالنسبة للمغرب في فرنسا. كانت هذه آخر فقرة في حلقة لهذا اليوم. شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.